في الحالات الطبيعية وحيث الدماغ يهيمن على كل شيء، على جميع الوارد الحسي كما وعلى جميع الصادر الحركي، يحتفظ كل منعكس شوكي بدائرته الخاصة والمستقلة عما سواها. فتنبيه ساحة منعكس شوكي بعينه يطلق استجابة حركية خاصة بهذا المنعكس، هي استجابة وحيدة مفردة لا تكرار لها، نوعية تخص المنعكس المخصوص بالدراسة، هي استجابة مضبوطة الشدة والقوة وفي الجهة ذاتها حيث وقع التنبيه. بالمقابل، في أذيات العصبون المحرك العلوي يغيب الدماغ وظيفيا وتخرج الأمور عن مفاعل الضبط والسيطرة. عندها تنشط العصبونات الوسيطة لملء الفراغ الوظيفي، هي تفاعل الطرق العصبية القديمة والمهجورة منذ زمن الطفولة الباكرة، أو تعمل على تشكيل طرق عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل. هي تشبك وتربط العصبونات الحسية مع العصبونات الحركية ساكنة القرن الأمامي للنخاع الشوكي وفي ذات القطعة منه. بالنتيجة تتشكل دارة عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل، هي دارة وظيفية شاذة، هي دارة المنعكس الشوكي الاشتدادي. عند تنبيه هذه الدارة الناشئة تنطلق الإشارة العصبية مباشرة من المستقبل الحسي إلى العصبون الحسي، فالعصبون المحرك السفلي فالعضلة الهدف. هنا ونتيجة لغياب الدماغ وظيفيا لا تخضع الإشارة العصبية لعمليات المعالجة والتدبير، بل تصب مباشرة كامل حملها من الطاقة في حضن العصبون المحرك السفلي، فتكون استجابة هذا الأخير عنيفة مفاجئة غير موضوعية لا تتناسب وقوة المنبه نفسه. وهذا هو تمام القصد من مفهوم المنعكس الشوكي الاشتدادي شديد القوة. في أذيات العصبون المحرك العلوي يغيب الدماغ وظيفيا وتخرج الأمور عن مفاعل الضبط والسيطرة. عندها تنشط العصبونات الوسيطة لملء الفراغ الوظيفي، هي تفاعل الطرق العصبية القديمة والمهجورة منذ زمن الطفولة الباكرة، أو تعمل على تشكيل طرق عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل. هي تشبك فيما بينها شابكة معها في الوقت عينه العصبونات الحسية والعصبونات الحركية في ذات الجهة كما وفي الجهة المقابلة من القطعة ذاتها من النخاع الشوكي. بالنتيجة تندمج دارة المنعكسين الشوكيين الاشتداديين الناشئين والمتناظرين في دارة وظيفية شاذة ووحيدة، هي دارة المنعكس الشوكي الاشتدادي ثنائي جهة الاستجابة. يكفي هنا تنبيه دارة المنعكس في جهة حتى نحصل على استجابة حركية في الجهتين معا، وهذا هو تمام القصد من مفهوم المنعكس الشوكي الاشتدادي ثنائي جهة الاستجابة. بالمقابل،
في أذيات العصبون المحرك العلوي يغيب الدماغ وظيفيا وتخرج الأمور عن مفاعل الضبط والسيطرة. عندها تنشط العصبونات الوسيطة لملء الفراغ الوظيفي. هي تشبك العصبونات الحسية والعصبونات الحركية في ذات الجهة من القطع النخاعية حيث تقيم، هذا من جهة، كما وتمد تشابكاتها بعيدا تضم إليها مجموعة إضافية من العصبونات الحسية والعصبونات الوسيطة الناشطة في القطع النخاعية المجاورة لقطعتها، هذا من جهة أخرى. والنتيجة انضمام عدد إضافي من العصبونات الحسية مع جميع ملحقاتها من المستقبلات الحسية إلى دارة المنعكس الشوكي الاشتدادي خاص القطعة الشوكية المعنية بدراستنا. بالنتيجة توسع دارة المنعكس الشوكي الاشتدادي الناشئة ساحة عملها. هي تقوم باستقدام وتوظيف عدد إضافي من المستقبلات الحسية خدمة لمنعكسها، ومعه يكفي تنبيه واحد من هذه المستقبلات أصيلها أم جديدها لإطلاق دارة المنعكس. وهذا هو تمام القصد من مفهوم اتساع ساحة عمل المنعكس الشوكي الاشتدادي. في الحالات الطبيعية وحيث الدماغ يهيمن على كل شيء، على جميع الوارد الحسي كما وعلى جميع الصادر الحركي، يحتفظ كل منعكس شوكي بدارته الخاصة والمستقلة عما سواها. فتنبيه ساحة منعكس شوكي بعينه يطلق استجابة حركية خاصة بهذا المنعكس، هي استجابة وحيدة مفردة لا تكرار لها، نوعية تخص المنعكس المخصوص بالدراسة، هي استجابة مضبوطة الشدة والقوة وفي الجهة ذاتها حيث وقع التنبيه. بالمقابل في أذيات العصبون المحرك العلوي يغيب الدماغ وظيفيا وتخرج الأمور عن مفاعل الضبط والسيطرة. عندها تنشط العصبونات الوسيطة لملء الفراغ الوظيفي. هي تفاعل الطرق العصبية القديمة والمهجورة منذ زمن الطفولة الباكرة أو تعمل على تشكيل طرق عصبية جديدة لم تكن موجودة من قبل. يحدث أحياناً أن يكون هذا التشبيك عظيماً في مدى، يجمع البعيد والقريب، المتآذر والمتعاكس وظيفياً في وحدة وظيفية شاذة هي دارة المنعكس الشوكي الاشتدادي الناشئة. فتندمج مجموعة من الدارات العصبية في عدة قطع نخاعية متجاورة في دارة واحدة. هنا يكفي تنبيه واحد من هذه الدارات المتشابكة حديثا فيما بينها لتفعيل جميعها دفعة واحدة، والحاصل النهائي ردود أفعال عديدة تقابل فعلا يتيما. وهذا هو تمام القصد من مفهوم المنعكس الشوكي الاشتدادي عديد الاستجابة الحركية. حين يغيب الدماغ وظيفيا تتشكل دارة المنعكس الشوكي الاشتدادي، وتتصل العصبونات الحسية مع العصبونات المحركة السفلية بصورة شاذة عبر العصبونات الوسيطة. عندها تتحرر النبضة الواردة الهجينة للمنعكس الشوكي من رقابة الدماغ وعمله، وتصل مباشرة إلى العصبون المحرك السفلي وهي على طبيعتها كما هي من المصدر، أي على شكل نبضات متعاقبة وعددها X نبضة. يطلق أسرع الوارد باكورة التقلصات العضلية للمنعكس، بينما يسأل أبطأها عن آخرها. بينهما تتلاحق التقلصات العضلية معلنة وصول النبضات الواردة وسطية السرعة، وهو ما نسميه بتكرر الحركة اللا إرادي للمنعكس الشوكي الاشتدادي، أي الرمع.
you